أهلا بكم في متابعة خاصة لعدوان غزة. كيف يمكن لهذه الحرب أن تنتهي؟ كيف يمكن لهذا العدوان أن يتوقف؟ ألم يشبع العدو من انتقامه من أطفال عزل وأمهات فيهدم المنازل الآمنة فوق رؤوسهم؟ غزة المنكوبة المظلومة متمسكة بمقاومتها للاحتلال رغم ارتفاع عدد شهدائها إلى أكثر من 8300 شهيد. المشهد الدامي متواصل منذ 3 أسابيع ولم يتبدل حتى الساعة. والتساؤلات حول توسع الحرب والتكهنات بشأن المقاومة كلها ستتوقف يوم الجمعة في 3 من تشرين الثاني، حيث سيطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وستتضح في خلال إطلالته بعض معالم استشراف المرحلة المقبلة سواء في لبنان أو في المنطقة. ضيفنا اليوم الأستاذ المحلل السياسي أمين مصطفى. أهلا وسهلا فيك أستاذ أمين. أهلا فيك. يعني المفارقة اليوم أن حضرتك من مواليد بلدة صالحة الحدودية التي تحولت إلى أفيفيم، حولها العدو الإسرائيلي إلى أفيفيم، يعني قبل الدخول في عدوان غزة والحرب جنوبا، يعني هناك يعني شيء يجب أن تظهره للإعلام. أفيفيم هي صالحة، أنت ولدت في صالحة وكان عمرك تقريبا 4 سنوات عندما خرجت من هذه البلدة. أنت يعني فتحتي لي جرح كبير جدا ورجعتيني 10 سنين إلى الوراء. صالحة هي قرية لبنانية، واحدة من القرى 7 التي تشكل إصبع الجليل. هذه القرية بالمناسبة اليوم ذكرى مجزرتها عندما ارتكب العدو أبشع المجازر في العام 1948، وذهب ضحية هذه المجزرة في صالحة 105 من الشباب والشيوخ. وبعد أن قتلوا جميعا أخذوا جثثهم ووضعوها في الجامع ونسفوا الجامع عليهم. هذا مشهد من المشاهد التي عرف بها عدوان أو حرب أو يعني دور العصابات الصهيونية، وهو مطابق لما يحصل اليوم من عدوان المشهد الذي تحدث ما يحصل اليوم. نعم. واستكمال لسلسلة المجازر الطويلة سواء في فلسطين أو لبنان أو كل دول الطوق العربية. نعم. يعني أنا الحقيقة لما كان عمري 4 سنوات ونصف تقريبا ما زلت أتذكر معظم يعني صورة البيت. نعم، معالم البلدة. منزلنا ما زال قائم حتى الآن داخل أفيفيم المستوطنة، داخل صالحة التي حاولوا تغيير هويتها واسمها والإطلاق اسم أفيفيم. نعم. الحقيقة مستعمرتين. نعم. في صالحة، أفيفيم ويرؤون حسب التعبير العبري. لكن يعني نحن طبعا يعني نركز دائما على أن هذه القرية باسمها الحقيقي هي صالحة، تماما كما كريات يطلقون على الخالصة كريات شمونة، اسمها خالصة، اسمها الخالصة، وهي أيضا بلدة لبنانية، وكذلك يعني معظم القرى الجنوبية 7. نعم. خرجت الحقيقة من صالحة وأنا كنت طفل. خرجت والدتي تحمل على رأسها فرش ويعني تهجير، يعني حتى يعني نجد مكان نأوي إليه. نعم. وبيت جدي الحقيقة في عيطرون، يعني أهل والدتي في عيطرون، فلجأنا إليهم بعد الخروج من صالحة. صالحة الآن زي كما نراها من يارون،
نعم بمارون الراس من يعني من استراحة إيران يعني التي رممتها إيران. نعم الهيئة الإيرانية هي أرض زراعية كانت مشهورة بكروم التين والعنب وأهلها مزارعون ويعملون في الرعي. هذه القرية طبعا عرفت بأنها الوحيدة التي كان فيها مدارس. نعم. مدرسة في ذلك الوقت كل أبناء المنطقة المحيطة بها كانوا يأتون إليها للدراسة فيها، وهذه المدرسة ما زالت قائمة موجودة الآن كآثار. نعم. مشهورة أيضا بالمياه، يعني من كم يوم انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ينابيع المياه والعيون الموجودة في صالحة، يعني أخذوا موقع استراتيجي أيضا في الجنوب، برك مياه. حولوا طبعا، هم دمروا القرية بالبيوت الطينية التي كانت ومزروعة الآن بالتفاح وكما نراها، وإلى جانبها مصانع. نعم. يعني بيستفيدوا من الزراعة بالتصنيع. بعد معكم سقية الأراضي الموجودة بصالحة يعني ما زالت موجودة. نعم. طبعا نحن أجدادي وأبائي وأبائنا، يعني أجدادنا وأبائنا يحملوا دولة لبنان الكبير، هوية دولة لبنان الكبير. نعم. سجلاتنا موجودة في مدينة صور ومرج عيون، والقرى الجنوبية السبع معروفة بأنه يعني شهدت مشاركة بالمقاومة من 48. نعم. حتى أن المناضل المعروف سعد كان يعني يمارس دور المقاومة من القرى السبع. بالقرى السبع استشهد محمد صغيب. نعم. الرأي المعروف يعني طبعا هو ضابط في الجيش اللبناني. نعم. وقاتل اللواء فؤاد الشاب والجيش اللبناني في معركة الملكية وحققوا إنجازات كبيرة جدا. هذه المقاومة أستاذ أمين يعني لازالت حتى اليوم تقاوم، يعني حتى ضمن القواعد العسكرية، يعني حزب الله عندما يقاوم يقصف على أراضي أصلا هي لم يتخطى ويذهب إلى أراضي فلسطين المحتلة. يعني كيف ترى اليوم الأجواء جنوبا؟ طبعا يعني المقاومة وضعت نصب أعينها الدخول إلى منطقة الجليل في أي مواجهة مقبلة. نعم. وعندما نقول الجليل تكون القرى السبع وصلحة طبعا من بينها ضمن هذه يعني المهمة، ولذلك نأمل أنه في عهدي يعني على الأقل مش عهد أولادي أو أحفادي أني أنا أعود إلى قريتي وإلى القرى اللبنانية المحتلة. هذه القرى كما قلت يعني هو جزء منها مازال داخل لبنان وجزء مقتطع. نعم. وبالتالي يعني نحن من حقنا أن نطالب بالعودة إلى هذه القرى بأي شكل من الأشكال. ما يحصل الآن يعني القصف عندما يستهدف المواقع العسكرية في صلحة اللي هي أبيبيم حسب التعبير العبري، هو يقصد يعني مستعمرة مراكز عسكرية إسرائيلية. نعم. كان البريطانيون في السابق عاملين كامب اسمه الكامب اللي هو مقر عسكري بريطاني أخذته الحركة الصهيونية والعصابات الإسرائيلية. نعم. وحولوه إلى مراكز عسكرية. لذلك القصف عندما يستهدف الملكية الخالصة صلحة يستهدف أراضي أصلا هي لبنانية، يعني المرتفعات في الغجر في. نعم. ما إلى ذلك، يعني كلها أراضي لبنانية. يعني برأيك يعني الحزب الله يوجه تصويبه داخل هذه القرى اللبنانية، يعني هي مؤشر إلى عدم دخولها الحرب؟ يعني طبعا الأمين العام لحزب الله نهار الجمعة حيكون له الكلمة الفصل، يعني برأيك يعني ما قبل كلمة الأمين العام لحزب الله غير ما بعد؟ بالتأكيد يعني بالتأكيد العالم كله ينتظر
ما سيقوله السيد حسن نصر الله. صمته كان بليغا، فسر تفسيرات كثيرة، تحليلات كثيرة قرأت بشكل يعني كل واحد يقرأها من زاويته، لكن يعني المعروف أنه المقاومة يعني حزب الله هو في قلب المعركة. عندما فتح النيران على هذه المستعمرات الموجودة على الشريط الحدودي، هو في الواقع لعب دورا مهما جدا، بحيث يعني استقطب أو يعني استعاد أعداد كبيرة من الجنود الصهاينة الذين كانوا يمكن أن يكونوا يعني قوة ضد غزة. نعم. عادوا إلى شمال فلسطين لأنهم كانوا يتوقعون أن تفاجئ المقاومة. أو يفاجئ حزب الله الدخول إلى المعركة، وبالتالي يقلب كل المعادلات والتوقعات إلى درجة يمكن أن تمتد هذه المعركة إلى حرب إقليمية. لذلك عندما يتكلم السيد حسن نصر الله سيكشف الكثير من الخفايا، ستكون كلمته ذات دلالات وبعد ليس محليا فقط ولا رسالة للعدو أيضا، إنما للعالم بأسره. لذلك الكل ينتظر ماذا سيقول، ويعني الرسائل التي يمكن أن يبلغها إلى العالم، لأنه ما زال في جهوزية تامة. طبعا. المقاومة من رأس الناقورة حتى مزارع شبع حتى جبل الشيخ هي مستنفرة، أستاذ وعلى أمين أهبة الاستعداد. للدخول في أي لحظة. الكل عفوا، الكل هنا يسأل لماذا سقط هذا العدد من الشهداء؟ يعني تقريبا بحرب تموز لم يسقط يعني نسبيا حوالي، يعني وصل عدد الشهداء لحوالي شهداء إلى طريق القدس كما سماهما السيد نصر الله إلى حوالي 50. يعني في الواقع يعني طبعا في المعركة في أسرار معينة. الواضح حسب يعني آراء العسكريين كما يقولون، لعب الطيران والمسيرات دورا كبيرا، رغم انه يعني المقاومه فقدت اعين الاسرائيليين من خلال ضرب كل اجهزه التسلط والمراقبه على الحدود على طول الحدود. رغم ذلك يعني المسيرات لعبت دورا كبيرا جدا، وهي تقصف على يعني والرادارات يعني تحدد الأهداف المعينة وعلى وتقصف، وبالتالي يعني المقاتلين كانوا على الشريط مباشرة، لم يقصفوا من أماكن بعيدة. في العادة في الحروب كما هو معروف، وفي حرب 2006 و2000 يعني المقاتل ممكن أن يقاتل في أي مكان. الآن يعني الحزب لا يريد أن يوسع إطار الاشتباك، وبالتالي يمكن أن تقصف منازل أو يستهدف مدنيين، فكانت هذه الخسائر. في المقابل إسرائيل تعترف بمقتل 20 جندي وضابط. هناك تعتيم إعلامي أصلا على مقتل الجنود على الخط الحدودي تحديدا شمال فلسطين. هم يعترفوا على الأقل بأنه في 20 قتيل من ضابط وجندي، وفي عشرات الإصابات كجرحى يعني. فبالتالي يعني في خسائر من الطرفين. وهذا يعني الحرب سجال، والحرب طبعا يعني مواجهات طبعا، وبالتالي يعني الحرب مفتوحة.
نعم أستاذ أمين، يعني لننتقل من الجنوب، يعني مؤازرة للحرب لعدوان العدوان الإسرائيلي على غزة، يعني اليوم هناك حديث عن اقتحام بري للقوات الصهيونية لغزة، بس مثل ما بيقولوا بالدارج إجر لقدام وإجر لورا، رغم كل التعزيزات، رغم الحديث يعني منذ 3 أسابيع أنهم سيقتحمون برا غزة، ولكن حتى هذه اللحظة هناك فقط ألوية تدخل هذا القطاع. يعني هل إسرائيل فعلا الإسرائيلي لديه مخاوف بأن يسقط ويغرق في غزة؟ يعني الحكومات الإسرائيلية والجند الإسرائيلي والقيادة العسكرية الإسرائيلية خبرت المقاتل العربي عن قرب، نعم، من خلال يعني المواجهات سواء في جنوب لبنان أو في قطاع غزة. جنوب لبنان لهم تجربة مرة في العام 2000 عندما حررت المقاومة أجزاء واسعة من جنوب لبنان، وفي 2006 كبرت إسرائيل يعني أعداد كبيرة من القتلى والإصابات، وأسقطت حكومات في العام 2000 أسقطت حكومة، وفي العام 2006 أسقطت حكومة أهود أولمرت. نعم. والآن يعني ستسقط المقاومة في غزة بنيامين نتنياهو وستدخله السجن وستتم التحقيق، نعم، معه تعليقاً لاحقا. نعم، تعليقا على هذا الأمر أستاذ، بس تستكمل يعني الفكرة. فإذا المحاولة يعني الجندي الإسرائيلي عندما يحاول الدخول البري إلى أي جزء سواء في غزة التي خبرها في العام 2014 أيضا، نعم، في معركة 2014 وغيرها من المواجهات، يخشى المقاتل الفلسطيني. ونحن شفنا يعني كلنا بشكل مرئي كيف دخل هذا المقاتل الفلسطيني إلى عمق المستوطنات، إلى عمق الأراضي المحتلة، أسر وقتل و يعني أحضر آليات وحوالي يعني أسلحة يعني يعني الجندي يعرف تماما أن من يقاتله ليس مقاتلا عاديا، هذا إنسان يعني مدجج بالإيمان والعقيدة والإرادة. المقاتل العربي هكذا في 73 في حرب 73 برهن أيضا عندما واجه الجيش المصري والجيش السوري الإسرائيليين، حتى أن جولدا مائير بكت وقالت إسرائيل انتهت، الآن يقولون إسرائيل انتهت. يعني البيت الأبيض عم بقرأ التصريح هذيك اليوم، نعم، بيقولوا أنه لقد سقطت إسرائيل يعني على الأرض، نعم، ونحن نحاول أن نمنع استكمال ركلها بالأرجل. نعم. يعني كل الضغط الأمريكي والغربي الآن بس يعني ينقضوها، وبالتالي المحاولات الإسرائيلية هدفها الأساس أنه تستعيد بعض من هيبتها التي مرغت بالأرض. إلى أين ستصل؟ يعني صار 3 أسابيع وهي تقصف بالمدنيين، حتى أن هناك محللين إسرائيليين يعني حسب الاطلاع طلعنا على تحاليلهم قالوا أنه حماس انتصرت بكل الأحوال، لأنه خلص حماس دخلت هذه الأراضي، كبدتنا خسائر أكثر من 1400-300 ضحية. أين ستصل إسرائيل؟ هي الحقيقة مش بس يعني كبدتها الخسائر، هي عمقت الجرح بشكل تاريخي. نعم. وهذا ما أشار إليه يعني عدد كبير من قادة العدو العسكريين، وعندما تكلموا مع يعني مع رئيس الحكومة قالوا له أن العار سيلحقنا عبر الأجيال عبر التاريخ. صح. هذه مسألة لن تمحى على الإطلاق. نعم. وبالتالي ستبقى وصمة عار في جبين هذا الكيان، وستظهره على حقيقته، لأن هذا الكيان إذا كان يعني كان يتبجح ويقول بأنه قوة لا تقهر وجيش يمتلك أحدث التكنولوجيا والطائرات الآن ينتقم من مين؟ من الأطفال والنساء والمستشفيات، ويقطع الماء والحبة الدواء. نعم.
والطعام عن سكان غزة. هل هذه هي قوة إسرائيل هنا تكمن؟ هل هذا الغرب الذي يراقب على الشاشات بشكل مرئي يعني الذي دعم وما زال يدعم يعني هذا الكيان؟ نعم. للأسف الشديد شوف الكذب. نعم. رؤساء يعني رئيس زي رئيس الولايات المتحدة بايدن بيطلع يكذب علنا يقول إنه يعني أطفال إسرائيل تقطع رؤوسهم وتقتل، وعندما واجهوه بأنه هذول أطفال غزة قال أنا الحقيقة ما شفت الفيديو، حتى قال أن الأخبار مضخمة. أحد نعم. أحد المستشارين الإسرائيليين قال له أنه هذا دائما يكذبون تماما كما كذبوا بحرب العراق عندما غزوا العراق. نعم. نفس الشيء يعني نيويورك تايمز عندما تتصدر صفحتها الأولى وأنا شفتها الحياة أطفال فلسطين يقولوا أطفال إسرائيل يعني الآن الرأي العام بدأ يستفيق. نعم. بدأ يعرف أنه هكا الزبين بدأت تنتقل الصورة يعني ولو بعد فترة كتير طويلة أسبوعين، لأن هناك تعتيم إعلامي غربي يعني لوموند اليوم ذكرت على صفحتها الرئيسية أنه سيدروت مدينة أشباح إسرائيل يعني قصفت حوالي 450 هدف لحماس التي تسميها إرهابية طبعا، ولم تذكر أصلا عدد الضحايا، نقول ليس الشهداء إذا هم بيسموها ضحايا الفلسطينيين. أود أن أتحدث عن تبدل في موقف بايدن، يعني بايدن مع كل الدعم لإسرائيل قال في خطابه الأخير ضرورة احترام القانون الحرب الذي يحظر استهداف المدنيين. يعني هل ترى هناك تبدل في المواقف؟ يعني رأى أنه لا يستطيع الإسرائيلي غزو غزة مهما كان هناك من أساطيل يعني تدعمه؟ يعني بايدن الآن محرج، هو الحقيقة كل مواقفه من أجل محاولة تجديد ولايته الثانية الانتخابية، وهو مقبل على يعني معركة انتخابية كبيرة وبحاجة إلى أصوات ودعم مالي وإعلامي. نعم. ولكن في الحقيقة يعني هو كشف حتى الانتقادات داخل الكونغرس، يعني تصور يعني وجهوا له لوم وانتقادات حادة طبعاً، شو اللي أنت عم تعمله يعني؟ صح. أنت تكذب وأنت تحاول أن تشوه صورة الولايات المتحدة وبالتالي تثير الرأي العام العربي والإسلامي والدولي ضد الولايات المتحدة. الآن أصبحت مكروهة الولايات المتحدة في العالم. نعم. لماذا؟ لأنها تقف يعني تقف إلى جانب الشر، ويعني فبالتالي داخل الكونغرس مجلس النواب الكتاب والصحفيين أنا أقرأ كثيرا يعني ما يكتبوه من تعليقات ومن تغريدات، عارف ديب يقولون نحن يعني نحن بدنا نخجل، وبالتالي يعني من هنا لهذا السبب خرجت المظاهرات أمام البيت الأبيض. صح. أمام حتى اليهود. نعم. حتى اليهود في نيويورك يعني تظاهروا ضد إسرائيل. نعم. هذه الحرب أصلا يعني عمقت الكره ضد إسرائيل، يعني ما حصل بالأمس في داغستان يعني اقتحموا المطار حتى يرون أين هي الطائرة اليهودية، يعني يمكن كان صار في مجزرة لو ما القوات الأمنية منعتهم أنه يفوتوا على داخل مطار داغستان. يعني الآن المشهد. نعم. واضح على كل الشاشات، كل شعوب العالم بدون استثناء. نعم. تخرج الآن تقول لأمريكا كفى، تقول لهذا الكيان كفى قتلا. نعم. ولكن يعني إسرائيل ماضية يعني مستهترة بكل القوانين والأعراف والمبادئ الإنسانية وما إلى ذلك. والعالم يعني هناك طاقة هو دعم الأمريكي وللأسف والأوروبي الغربي. نعم. يعني تصوري الرئيس الأمريكي ثم الرئيس الفرنسي ثم المستشار الألماني ثم رئيس وزراء بريطانيا كلهم يأتون إلى هذا الكيان لدعمه يعني يقفوه على رجليه
التي بدأت تهتز وتنهار. يعني حتى هذا المشهد كان كاريكاتوريا، فبالتالي لا يمكن أن يستمر هذا الكيان. يعني حتى أنا بقرأ كنت التحليلات الإسرائيلية، يعني شو سيبك من ما يكتبوه الغرب، يقولون نحن إلى زوال، يعلنوها صراحة، نحن سنعود إلى البلاد التي أتينا منها، كل واحد حامل جواز سفر من دولة معينة سيعود إليها. يعني حتى أول ما بدأت الحرب وجدنا المطارات تكتظ ممتلئة بالفارين. حرب 2006 مواجهات في جنوب لبنان، يعني أعداد كبيرة، الهجرة المضادة من كيان الاحتلال إلى البلاد التي جاء منها هؤلاء. يعني العالم الآن كله بدأ ينظر إلى القضية الفلسطينية بعين مختلفة. كادت القضية الفلسطينية أن تنام في الأدراج، حملات تطبيع للدول العربية. سنتحدث بعد قليل عن موقف الشعوب وموقف أصل القيادات في العالم العربي. مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية، صفقة القرن، القدس، المستوطنات، كلها يعني أصبحت أبواب مفتوحة كانت للإسرائيليين. الأبواب العربية بدأت تنفتح، الإسلامية بدأت بعضها ينفتح. يعني كل هذا كان مؤشر على أنه إسرائيل لا يمكن أن تهزم، وبالتالي أمر واقع، وهي يعني قوة كبيرة برهنت أنه هي فعلا مثل ما قال السيد حسن نصر الله، أوهن من بيت العنكبوت، والبرهان هو موجود. يعني أستاذ أمين، يعني هل تعتقد يعني حماس ما فعلته، يعني ما قبل 7 من تشرين الأول غير ما بعده؟ يعني اليوم لدى حماس رهائن حوالي 230 رهينة حسب الإعلام الغربي، ولكنهم يتحدثون عن 225، يعني ليس رهائن أسرى، يعني في أسرى هناك تتراوح. يعني شو ما كان عدد الأسرى كتير كبير، وهي ورقة ضاغطة أصلا على الحكومة الإسرائيلية. يعني لوين برأيك يعني حماس بدأت تتفاوض؟ يعني يقولون هناك مفاوضات قطرية، ودخلت تركيا على هذا الأمر، إلى حين دخول منذ يومين يعني إسرائيل غزة، شو اسمه، برًا. هذا الأمر اللي خفف المفاوضات وجعلها تتوقف. يعني قبل ما نفوت على الاستديو الحقيقة كنت عم شاهد مؤتمر صحفي لبعض الأسرى الإسرائيليين في غزة، كانوا يخاطبون نتنياهو، يقولون له أنت قتلت أبنائنا، وأنت تحاول أن تقتلنا، أنت عم تقصف، صار 50 واحد من الأسرى مقتولين نتيجة هذا القصف، هذا معناه فحرروا الأسرى الفلسطينيين وأعيدونا. يعني وبالتالي هناك ضغط، يعني الأسر الأسرى الإسرائيليين في داخل في تل أبيب خطبوه بطريقة قاسية جدا، أعيدوا لنا الأسرانا. حماس قالت نحن على استعداد فورا بأنه نعمل الصفقة. تبييض سجون ومعتقلات كيان الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. يعني برهنوا، قدموا نموذج، حماس المقاومة الفلسطينية قدمت نموذجا راقيا إنسانيا. يعني النساء الأطفال ما يعني كرموهم رغم ظروفهم الصعبة، لم يؤذيهم أحد، لم يتجرأ أحد على شتمهم أو بينما الطرف الآخر الإسرائيلي قتل وتعذيب، استشهد أكثر من أسير 50 أعلنت من كم يوم داخل السجون الإسرائيلية تحت التعذيب، ومنهم قادة من حماس. يعني فهذا الفرق بين هذا الكيان وبين هذه المقاومة. يعني مقاومة تقدر وتحاول أن تفرق بين يعني الشق الإنساني، وخاصة والعسكر المسن والمرأة والطفل،
بينما الطرف الآخر يعني يقتل ويزن وبسن قوانين زي المسجونين الإداريين. نعم أستاذ أمين، قبل أن نستكمل الحوار دعنا ننتقل إلى الجنوب حيث مراسلتنا زينب ياسين. يعطيك العافية زينب. تحية كاتيا لك ولضيفك وللمشاهدين. نعم زينب، يعني كيف هي الأجواء لديك الآن؟ يعني قبل قليل كاتيا شهد القطاع الشرقي تطورا، حيث قام مجاهدو المقاومة باستهداف مستعمرة المطلة وأصابوا فيها إصابات مباشرة، حيث رد العدو الإسرائيلي بقصف طال أطراف بلدة كفركلا واستهدف أحد المنازل الخالية عند أطراف البلدة، كما أنه ألقى بعض القنابل المضيئة في محاولة منه لإشعال النيران في أحد كروم الزيتون الواقعة بين تل نحاس ودير ميماس، يعني عند أطراف بلدة كفركلا، ولكن شاءت العناية الإلهية بعدم تمدد ألسنة النيران وتم إخماد الحريق الذي كان على بدء أن يشتعل. ولكن دعيني أذكر أن المقاومة أصدرت 4 بيانات أكدت فيها اليوم استهداف موقع مستعمرة المطلة عند الساعة 3، وفي الوقت عينه أيضا كانت المقاومة تستهدف موقع رأس الناقورة البحري بالصواريخ الموجهة، حيث أصابوا دشم الموقع وحامية الموقع إصابات مباشرة. نحن نتحدث عن استهداف لموقعين للعدو الإسرائيلي، ولكن كل موقع هو في قطاع مختلف عن الآخر، المطلة في القطاع الشرقي وموقع البحري في القطاع الغربي، تم استهداف هذين الموقعين في الوقت نفسه، إضافة إلى أنه عند الساعة 3:15 استهدفت المقاومة موقع جل العلام في الناقورة، وأيضا حققت إصابات مباشرة في دشم الموقع وتجهيزاته الفنية، وعند 4 استهدفت المقاومة موقع ثكنة إبرانيت، وتحديدا استهدفت دشم الثكنة وحامية الثكنة والتجهيزات الفنية للثكنة دائما بالصواريخ المباشرة والأسلحة المناسبة. كما أنه أيضا هناك معلومات عن استهداف موقعي الجرداح وبركة ريشة. لا أستطيع، يعني ربما الآن سمعنا قصف، لا أدري من أي ناحية، ولكن على ما يبدو أنه تجدد القصف هنا في القطاع الشرقي. ولكن يعني إذا سمحت لي كاتيا، البلدات التي تعرضت اليوم للقصف الإسرائيلي خلال فترة ما بعد الظهر هي عيت الشعب ومرتفع بلاط عند أطراف بلدة مروحين، علم الشعب مقابل ثكنة حانيتا، شيحين والجبين وأطراف بلدة بليتا. أيضا تم استهداف منطقة اللبونة بأكثر من 50 قذيفة فوسفورية أدت إلى اشتعال الحرائق في الأحراش هناك. أيضا تم تمشيط أجراء العدو الإسرائيلي تمشيط باتجاه وادي هنين مقابل بلدة مركبة هنا في القطاع الشرقي، إضافة إلى استهداف العدو لتلة الحمامس وتلة النحاس في كفركلا، إضافة إلى الاستهدافات التي طالت شبعة ومزرعة بسترة والسلمية في ساعات النهار الأولى. هذا كان كل شيء حتى الساعة كاتيا، عودة لعندك. شكرا لك زينب ياسين على كل هذه المعلومات. يعني أستاذ أمين، كما رأيت يعني هناك تصعيد في الجبهة الجنوبية، يعني المقاومة تدك مواقع عسكرية إسرائيلية، وكذلك إسرائيل كانت قد قصفت بعض القرى الحدودية، وهناك أيضا مؤازرة للمقاومة بصاروخ أطلق من اليمن وجبهات متقطعة ما بين العراق واستهداف بعد المواقع الأمريكية والفلسطينية. هل هذه يعني المعركة قد تتوسع أكثر، أم هناك يعني ليخففوا شوي وطأة العدوان على غزة؟ الحقيقة كل محور المقاومة معني بهذه الحرب، سواء كان بجنوب لبنان، غزة، العراق، سوريا، اليمن، وبقية البلدان العربية، الجماهير هي اللي بتقوم بدور يعني. نعم.
فحتى بأريتريا ضربت قاعدة صح إسرائيلية منذ أسبوع، يعني بكل مكان يتواجد فيه، حتى في المغرب، حتى يعني بكل مكان الشعوب يعني طواقة لفتح كل الجبهات يعني. ولكن يعني المعركة بشكل مفتوح، تفجير الوضع في المنطقة، معناه نحن رايحين إلى حرب طويلة قاسية، وبالتالي لا أحد يعرف كيف يمكن أن تضبط أو تنتهي. لذلك كل حركة، كل مواجهة، كل خطوة عم تقوم فيها محور المقاومة يقوم فيها بشكل مدروس مضبوط. يعني جنوب لبنان عندما ينتقي ضرباته، عرفتيف، المواقع العسكرية، دبابات، مللات، جنود، عرفتيف، يعرف تماما أنه لا يستهدف المدنيين، وبالتالي يعني العدو وغير والعالم كله يلحظ تماما يعني كيفية التعامل مع هذه القواعد عسكرية. نعم. وعكس الاحتلال، يقصف منزلا، يقصف، يحرق حرش، يستخدم قنابل فوسفورية محرمة دوليا، يستخدم كل الأساليب اللا أخلاقية واللا شرعية، انتقامية. لذلك يعني يعني صعب الآن أن نحدد كيف يمكن أن تسير الأمور وتنتهي الأمور. نعم. نحن بانتظار كلمة السيد حسن نصر الله هذه المسألة. ولكن هناك جانب آخر يعني بدأ يتبين، يظهر بأن المفاوضات بدأت تتحرك أيضا. نعم. يعني الحركة الدبلوماسية بدأت تنشط تحت الطاولة، فوق الطاولة. القطر عم تلعب دور جوهري في هذه المسألة، وتحاول أن تكون الوسيط مع إيران، مع غزة، وما إلى ذلك، ومع الولايات المتحدة وأوروبا. يعني يمكن إذا نتجت عن هذه المفاوضات والاتصالات السرية إلى نتائج محددة، يمكن يعملوا إخراج في نهاية المطاف لما حصل، وبالتالي يتم وقف إطلاق النار وتنتهي عند هذه الحدود مع إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، تبدأ ورشة إعادة الأعمار. ولكن حتى يحين هذا الأمر، إذا ما حصل بهذا السيناريو البسيط، أعتقد الوضع ما زال يعني متوترا. نعم. إلى حدود كبرى، قابل للاشتعال على أكثر من جبهة وبشكل كبير جدا، عرفتي كيف؟ ولكن الكل الآن مضبوط تحت سقف، عرفتي كيف؟ تحت أي سقف؟ معين. سقف سياسي أمني عسكري محدود. يعني مثلا تتحدث عن الجبهة الشمالية الجنوبية لدينا، ولكن غزة لا سقوف لها، يعني كله له سقوف، حتى غزة يعني. هن يعرفون الإسرائيليين أنهم لا يستطيعون ولا يجرؤون على القيام بالدخول البري. هم يحاولون منذ البداية. نعم. منذ البداية بيقولوا لك الآن نحن حاولنا مرة واثنين وثلاث. هم من زمان عم يحاولوا. نعم. يعني من بداية الحرب عم يحاولوا، ولكن كان المقاتلين الفلسطينيين يخرجون من الأنفاق ويكبدون العدو. برأيك أستاذ أمين، إسرائيل أخطأت عندما قالت سوف تقضي على حماس؟ يعني كان مفروض تقول منا سوف أقضي على قادة حماس؟ يعني هم الحقيقة طلعوا على رأس الشجرة وبعدهم مين ينزلوا، يعني هم علوا السقف، علوا يعني كلامهم إلى درجة أنه توهم الذي لا يعرفهم بأنه يعني هذول مش عارفة حالة ولا يعني مدى توصل، يعني كيان لا يقهر. نعم. ولكن بالتجربة كما سبق وأشرنا، بالتجربة برهنوا على أنهم أمام المقاتل العربي وأمام المقاتل يعني المقاومة،
هم يعني أجبن من أن يصمدوا على الإطلاق. وشفنا صور، هم يعني تصور إنه مقاتل من حماس بيسحبهم من قلب الدبابة وبينزلهم وبيرميهم في الأرض وبيشحطهم على الأرض، يعني مشاهد للتاريخ، يعني مشاهد أبشع من هيك بالنسبة لهم. ما في أصلا يعني أكثر مسح فيهم الأرض زي ما بيقولوا، يعني شو بعد يعني ممكن يمكن كرمال هيك إسرائيل تتخبط، يعني لا تعرف أين ستصل في هذا العدوان. يعني صار لها 3 أسابيع تقصف تدمر منازل ولم يحصل أي تقدم، يعني لن تستطيع أن تمحي حماس ولن تستطيع أن تعود إلى الوراء. يعني شو بده يقول نتنياهو اللي فات خاض هذه التجربة، تجربة الحرب، ولم يصل إلى نتيجة حتى الساعة؟ يعني هو أكثر ما يخشى نتنياهو أن تقف الحرب، يحاول يمددها أطول فترة ممكنة. نعم. لعل وعسى يحقق شيئا ما، يعني يعيد له بعض ماء الوجه، اعتبار لأنه في نهاية المطاف ستكون هناك تحقيقات. نعم. هو حاول يرمي تهم العجز والفشل على أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية والعسكرية، وكتب تغريدة سرعان ما مسحها بعد ما بهدلوه وقالوا له يعني إنه أنت بدكش تتحمل مسؤولية. هو في الواقع يعرف إنه بعد توقف القتال سيكون هناك تحقيقات وسيدخل الزنزانة. صحيح. تماما كما كان أولمارت دخل. صحيح. الزنزانة تماما كما يعني انتهى مصير كل الضباط الذين قادوا حروبا ضد المقاومات الفلسطينية والعربية. نعم. المقاومات بين مزدوجين. تعليقا على كلامك، هناك أيضا إحصاءات كيف ترى تحرك الإسرائيليين داخل إسرائيل؟ هناك إحصاءات تقول أفادت بأن 80% من الإسرائيليين لا يثقون بنتنياهو و 90% لا يثقون بحمايتهم، بحماية دولة، بحماية الكيان الإسرائيلي لهم. وبالتالي يعني هيدي تعتبر خبطة كبيرة لإسرائيل، الكيان، لحضور أصلا المواطنين العاديين إلى إسرائيل. فلننتقل إقليميا أستاذ أمين، يعني بس بدي أقول شغلة يعني لو سمحت في المجال. فضل. يعني العدو ضرب غزة ب 18 ألف طن. صحيح. من المتفجرات 50 طن للكيلو متر الواحد. صح. في غزة ولم تركع غزة. نعم. خلي يكون له درس، غزة، جنوب لبنان، كل شبر من الأرض العربية سيكون مقبرة لهم. هذا هو المقاتل العربي، يضربوا، هذه وصمة عار، هذا القتل اليومي للأطفال والنساء والشيوخ. نعم. تدمير منازل، حتى الإعلاميين يعني تصوري أنه اليوم كمان قبل ما نفوت على الاستديو استشهد إعلامي وأسرته، عرفت كيف؟ وقبل فترة أسرة وائل دحدوح مراسل الجزيرة. نعم. يعني يعني 35 شهيد إعلامي في غزة. لماذا هذا القصف؟ لماذا الاستهداف، استهداف الإعلاميين بالذات؟ لماذا؟ لأنهم لا يريدون للعالم أن يرى ويسمع ما يجري في غزة، ماذا يفعلون في غزة، لأنه الإعلامي هو يعني الوسيلة القادرة على إيصال الصوت والصورة إلى العالم، وبالتالي سينكشفون، سيفضحون، فيستهدفون الإعلام. 50 مؤسسة إعلامية في غزة ضربت في هذه الحرب. ولكن هذا المشهد أستاذ يعني هو ظاهر فقط للعالم العربي، يعني هناك للأسف تعتيم إعلامي غير بيتحدث عن بعض الصحف الأجنبية الكبيرة، يعني الفرنسية والأجنبية تتحدث فقط عن قتلى الإسرائيليين ولا تتحدث عن غزة، يعني غزة، يعني هذه الصورة لم تتضح أصلا للغرب يعني بما فيه الكفاية، يعني مثل ما هي ظاهرة على الإعلام العربي الموجود عنا، عم نشوف كيف تقتل الأطفال، كيف
كيف تقتل النساء والأمهات، يعني شيء يدمي القلب. يعني طبعا الإعلام الغربي إعلام مسيطر عليه بشكل كامل من الحركة الصهيونية العالمية، فبالتالي هي تحاول أن توجه الرأي العام بطريقتها، وهذا ما فعلته في الحروب السابقة، ولكن رغم ذلك العالم عارف الحقيقة. يعني شفنا كل الأفلام التي تصور، يصورون أفلام، يكذبون، ينشرون صور قديمة، وبالتالي يعني لما تنتهي الأمور يقولوا والله كانت معلوماتنا خطأ، ضللنا، وأنت كما جرت العادة مع ولكن رغم هذا يعني هناك تعليقات، هناك آراء، هناك مواقف. يعني أنا امبارح كنت عم بسمع نائب إيرلندي يتكلم أكثر مما نتكلم نحن عن 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 يعني كذب الدفاع عن النفس اللي بتقول إنه أمريكا والغرب إنه إسرائيل تدافع عن نفسها. قال له مين يدافع عن نفسه؟ المحتل ولا المظلوم المقهور اللي أرضه محتلة؟ أنتم تقولون إنه إسرائيل تدافع عن نفسها بقتل الأطفال والنساء، يعني في البرلمانات الأخرى الأوروبية والغربية، في بريطانيا، في فرنسا، في كل دول العالم، في أستراليا. أنا قريت لنائب سيدة يعني في البرلمان الأسترالي كشفت يعني كل الأساليب الإسرائيلية والغربية اتجاه ما يجري في غزة، حتى البرلمان الفرنسي بطل يقدروا يضبطوا. بعدين وسائل التواصل الاجتماعي في العالم كل مفتوح على بعض، العالم الفضائي فتح، ما عاد فيها المظاهرات، المسيرات، التعليقات اللي عم تطلع، هذه كلها التعاطف مع القضية الفلسطينية. هذه أصوات، هذا إعلام. فبالتالي يعني بطلوا يقدروا يحصروا يضبطوا الصورة، والرواية الإسرائيلية بدأت تتكشف على حقيقتها، أن رواية كاذبة، رواية غير صحيحة، قائمة على الكذب والدجل، قائمة على التزييف، على التضليل منذ العام 48 حتى الآن. يعني يعني السؤال بيرجع بعيد ذاته، إلى متى يعني ستظل غزة تحت هذا العدوان القاسي؟ يعني سؤال دائما بنكرره بعد ما حدا عارف الجواب. نعم. يعني وفقا لما هو قائم وللأجواء الإقليمية والدولية، نعم، الوضع يعني محطوط على صفيح ساخن، وبالتالي إذا كان هذا الغرب والولايات المتحدة لا يريدون التورط في الشرق الأوسط، نعم، وبالتالي رايحوا روسيا في أوكرانيا، فعليهم أن يعني يدخلوا في إطار المفاوضات لإنهاء هذا الصراع، وإلا فإن المنطقة ذاهبة إلى فعلا بركان، وعندئذ لن يستثنى أحد، لا قاعدة أمريكية ولا مصلحة أمريكية ولا مصلحة غربية، وسيكون كارثة على الجميع. لأنه عندما يتم حشر الناس في زاوية ضيقة ليس لهذا الإنسان من خيار سوى المقاومة والقتال حتى آخر نفس. أمريكا حتى الآن وفقا لتصريحات البيت الأبيض وللرئيس الأمريكي والتصريحات الغربية الفرنسية وغيرها، إنه نحن لا نريد توسيع الحرب، نحن نريد أن ينتهي هذا الوضع، عرفتي؟ ولكن كيف؟ ما حدا بيجاوب على هذا السؤال، عرفتي كيف؟ حتى الآن ما في إجابة دقيقة، ولكن في خوف، الخوف لدى الجميع، فيش طرف يعني مرتاح على الإطلاق. فلذلك الأيام القادمة أيام محسوبة بالميزان الذهبي، كل خطوة، كل عملية، كل تفاوض، كل حوار بده يكون مدروس بدقة وعناية في غاية الأهمية، لأنه دم الشهداء هذول ما لازم يروح حاضر. غزة التي تدفع هذه الضريبة
الكبيرة أحيت القضية الفلسطينية مجددا. هذا الدم أعاد للقضية الفلسطينية وهجها، حتى على الطاولة. الجميع الآن يتحدث عن حل الدولتين، الجميع الآن بدأ يعني يقول أنه يجب أن يتوقف هذا الأمر. أمريكا جاءت بمشروع، لو نجحت إسرائيل في هجومها في تخطيطها، هناك مخطط أمريكي، يعني هناك سايكس بيكو جديد، يعني هناك محاولة لتقسيم غزة، محاولة تفكيك المنطقة. غزة بوابة تفكيك المنطقة كلها، شعب غزة بدهم يهجروا إلى سيناء، شعب الضفة الغربية إلى الأردن. هناك مشروع، هذا المخطط اللي كان قبل العدوان، مشروع أمريكي إسرائيلي أوروبي غربي، هم يحاولون أن يعيدوا هذا الكيان للتوسع إلى كامل فلسطين التاريخية. هل تحاول إسرائيل في هذه المرحلة يعني تقسيم غزة، يعني وترجيع أهل غزة إلى الأردن إلى النقب، وإقامة الخيام لهم وتهجيرهم من أردن؟ أول يعني نحن اللي عم نلاحظ أنه هلأ هن المستوطنين بدأوا ينصبوا الخيام، هم اللي عم يطلعوا، هم اللي لأنه هذا المشروع ارتد إلى نحرهم. يعني الأردن رفض، مصر رفضت مثل هذه المشاريع، وبالتالي الولايات المتحدة ما بدها تزعل لا مصر ولا الأردن، هذول يعني داخلين باتفاقيات تسوية، يسموها اتفاقيات سلام، كامب ديفيد ووادي عربة. يعني فبالتالي يعني بهذه الحالة سينهار مشروع التطبيع. الحرب غزة يعني أزالت كل الغشاوة ممكن أن تضع على أعين الناس بالنسبة للتطبيع. أي تطبيع، كانوا يسيرون بسرعة مدسة نحو التطبيع مع بقية، وكانت مفاجأة كل بقية دول الخليج. وأنت تعرف يعني السعودية كانت على الأبواب أيضا. يعني كان الكل يتحدث بأنه هناك إمكانية بعد يعني الإمارات والبحرين. فإذا يعني هذا وقف. السعودية موقفها اختلف، حتى يعني أعادت خلط الأوراق من جديد، ما فعلته حماس في إسرائيل في أصلا فلسطين المحتلة، أعادت خلط جميع الأوراق من جديد لنبدأ بمرحلة جديدة، مرحلة ما بعد 27 الأول. قلبت الطاولة. قلبت الطاولة على رؤوس كل من خطط ورسم هذه المشاريع. هم كانوا يظنون أن هذه المنطقة، وما يتحدثون علنا يعني بأنه هذا عرق، يعني اللي يقصد العربي عرق، لو أبيد يعني لن يؤثر شيء في التأفيد. حتى الساعة يعني هناك حديث يعني من نحن العرق الأنقى والأرقى، وبالتالي يعني يجب أن نفعل ما نريد في هذا العالم ونسيطر. يعني هذا المنطق ما عاد مقبول، وشعوب المنطقة لن تسكت. يعني صحيح المشهد اللي شفناه، حتى الرياضيين، حتى يعني الملاعب، كل الكتاب، الشعراء، الأدباء، الفنانين، المبدعين، كلهم الآن يعني أشهروا حبرهم وألوانهم في وجه يقفون مناصرة لغزة. هذه يعني هن كانوا عم يحاولوا يسكتوا الناس، عم يحاولوا يخدروا الناس، كانوا عم يحاولوا يضغطوا على الناس بلقمة عيشهم، بالحصار، بالتجويع. لكن عدوان غزة عاد وذكرهم بإجرام هذا العدو. فجر كل شيء. يعني أستاذ أمين، يعني ما بعرف اللي جاي يعني شو ممكن يصير. للأسف يعني وقتنا خلص. شكرا لك على هذه المقابلة. نحن بانتظار الكلمة الفصل يوم الجمعة لما سيحدث في المرحلة المقبلة مع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. شكرا لك أستاذ أمين. شكرا. مشاهدينا نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.